تخزين او تفريز ورق العنب لحبيبتنا اللي طلبته مننا. سهل جدا وبسيط، ما تحطيش في ميه، ما تخليش ورق العنب يطوله نقطه ميه، ما بيتغسلش ما بيتغسلش ما بيتغسلش ما بيتغسلش. بنعمل ايه؟ بنسمي بالله كده ونحط الحاجه قدامنا ونصلي على النبي في قلبنا ونسمي بالله علشان ربنا يطرح فيها البركه. بنمسك الورق العنب، بنشيل العنقود بتاعه، بنركنه على جنب، ما بنرموهوش، او كل شويه بنربطهم بايه؟ هو العود اللي بنبقى مربوط بيه ربطه ورق العنب. كل شويه عيدان بروح ربطهم بالعود دوت واروح ركناهم على جنب. واجي بقى للورق بفوطه قطن نضيفه عندي، او بكيس خداديه قديم، او بتيشيرت من بتاع ولادي قديم، بروح ماسكه ورقه العنب امسحها كويس من التراب اللي فيها وارص. بعد ما قطعت العنقود امسح من التراب وارص، امسح من التراب وارص فوق بعضه لحد ما تبقى الرصه قدامي كده، واروح برماها 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 واحطها في كيس بلاستيك بتاع التلاجه، او لو عندي استريتش هيبقى احسن طبعا، ما عنديش استريتش هروح كيس تلاجه واروح برماه وقافله، والسكوتش اللي هو البلاستر العريض ده اروح قافله عليه. انا كده ما طالهوش ولا نقطه ميه، ما طالهوش ولا نقطه ميه، مسحت من التراب حطيت فوق بعضه، برمت حطيت في كيس، قفلت الكيس بالسكوتش الكبير اللي هو العريض اللي هو البلاستر ده، قفلت عليه وركنتها. وافضل اكون اللي انا عملته ده كله. عايزه بقى تعمليه اربع اكياس على حسب اللي انت عايزه، تبرمي وتحطي وتبرمي وتحطي، يبقى الكيس الواحد فيه مثلا اربع وحدات او خمس رولات جنب بعض زي ما انت عايزه، وتقفليه مره واحده على قد العمله تطلعي على طول زي ما انت عايزه. وكل كيس خلي بالك ان انت تروحي حاطه فيه شويه عيدان من دي علشان هنستخدمه في ان احنا نحطه في الارضيه مع شرايح البطاطس وشرايح البصل وشرايح الطماطم في الارضيه. طيب دلوقتي احنا شلناه في التلاجه في الفريزر زي ما هو كده. طب انا جيت بقى دلوقتي اطلعه، راح مطلعه من الفريزر سايباه بره 10 دقائق، وافتحي عليه الكيس هتلاقيه اكنك لسه شايله، اكنك لسه شايله، تكوني غاليه الميه تروح مسقطاه فيها هيتغير لونه، تطلعي تبداي تحشي على طول. يبقى انت وفرتي على نفسك وقت ان انت تفضلي لسه تشيلي عيدان، ما طريش معاكي، ما مزلقش فاضل، ولا حتى بعد ما بتشيليه بتطلعيه لقيتيه مكسر، لا مفيش الكلام ده كله، هتطلعيه اكنك لسه جايباه اخضر زي الفل. عندك الخير كله يا رب، وتسلم ايديكوا على كل حاجه بتعملوها.